الكل على هذا الإنجاز. دلة فضية، لم أكن أعلم أن هناك دلة، ولكن كانت من نصيب شرايين، علمت في آخر لحظة، وهي الأحق للدلة، الأحق بالدلة شرايين للسيد محمد بن معنى بودة. وتحياتي لأهالي دبي، لأبناء دبي، أحييهم وأحيي أبناء الإمارات العربية المتحدة الشقيقة. ما هي إلا لحظات أخرى وينطلق الشوط الثاني في برنامج صباح هذا اليوم. في صباح هذا اليوم، وهذا هو الشوط الأول للزمول. هذا هو الشوط الرئيسي للزمول لأبناء قبائل الخليج، وينطلق على أرضية ميدان الشحانية ليبدأ أبناء القبائل مشوار تنافس على مستوى الفحول، فحول المستقبل. هذه اللي ترونها على شاشة التلفزيون، سلالاتنا الأصيلة اللي تمكننا من الحفاظ عليها وإنتاجها. وهذا الشوط جائزته سيارة سوبر بان لونه ذهبي، مقدم من اللجنة المنظمة للسباق، إضافة إلى جوائز نقدية قيمة للمراكز المتبقية من المراكز العشرة الأولى. هذه الانطلاقة، وهذه مقدمة الشوط. حامل رقم 18 يسيطر على الأمور، يسيطر معطاب للسيد عنزام بن محمد النعيمي. مشاهدينا الكرام، على المركز الأول ويقود المسيرة، بينما نرى في المركز الثاني معي في المركز الثاني للسيد عبد الله ببرجس المري، وفي المركز الثالث المتحد للسيد للسيد شبيب بن محمد النعيمي، شبيب بول اثنين السبيعي في المركز الثالث، شبيب بن سلطان السبيعي من المملكة العربية السعودية الشقيقة، وانتقل المتحد إلى المركز الثاني. بينما المركز الرابع مهاجر يحتل المركز الرابع للسيد راشد بن سالم من دوحة المري، وفي المركز الخامس الوعل للسيد ملحام بن راشد بن حبيبه المري، وفي المركز السادس خوف يحتل المركز السادس للسيد سالم بن سعيد بن منانة السويدي. ديروا بالكم على خوف في هذه المشاركة. بينما المركز السابع مهاجر في المركز السابع للسيد عبد الله بن محمد بن حروم المحرمي، وفي المركز الثامن مصيحان للسيد احمد بن غانم بن حموده الظاهري. المركز التاسع حامل رقم واحد شاهين للسيد احمد بن حمد بن هميله المزروعي، وفي المركز العاشر اخيرا المركز العاشر شاهين للسيد محمد بن حمد بن هويمل العامري. هذه نتيجتنا، وأحيي وأشكر الزملاء المعرفين والمعلقين معاي الذين يتواصلون معاي في التعرف على النتيجة. إذن السواق عنده تأخير شوط، هذه إذن مقدمة الشوط، والسوبر بان بالانتظار. السوبر بان بانتظارك يا سوبر بان اليوم. هذا هو مشاهدينا الاعزاء اللي في مقدمة الشوط، المتحد من المملكة العربية السعودية الشقيقة لملاك المتحد، لملاك المتحد اللي تنحدر له هذه السلالة الأصيلة
المشهود لها والمعروفة بكل الميادين، شبيب بن سلطان، بو الاثنين، السبيعي، هو مالك هذا البعير اللي هو المتحد، وان شاء الله بتشوفون سلالة هذا، انتاج هذا بتشوفونه. المركز الثاني، مهاجر في المركز الثاني للسيد راشد بن سالم بن دوحة المري، وننتقل الى المركز الثالث. معي فاز بسيارة هذا؟ ولا كابل ذاك؟ كابل واللي فاز بالوثبة بسيارة. اذا معي في المركز الثاني، ما في المركز الثالث للسيد عبد الله ابو برجس المري، وفي المركز الرابع خوف واصل. خوف خوف، والخوف من خوف، الخوف من خوف للسيد سالم بن سعيد بن بنان السويدي، وفي المركز الخامس. المركز الخامس مشاهدينا الاعزاء اللي يتسلل ويخطف المركز الرابع. خطير للسيد حارب بن سعيد العميمي في المركز الرابع من ضيوفنا ابناء الامارات ايضا. وفي المركز الخامس خوف للسيد سالم بن سعيد بن منانه السويدي. المركز السادس شاهين للسيد احمد بن حمد بن هميله المزروعي. وفي المركز السابع شكلان، في المركز السابع او فواز للسيد حمد بن علي بن عبيد بن رشيد الكتبي من الامارات العربيه المتحده في المركز السابع. وفي المركز الثامن ام صيحان، في المركز الثامن للسيد احمد بن غانم بن حموده. وفي المركز التاسع الوعل، في المركز التاسع تعود ملكيته للسيد ملحان بن راشد بن حبيبه المري راعي الفايزه. المركز العاشر، المركز العاشر اللي هو شكلان للسيد سيف بن عبد الله بن عفرة المطيوعي. هذه اذا مشاهدينا الاعزاء للمراكز الاولى العشرة نتيجتنا. هذه نتيجتنا مرة اخرى، وما زالت الامور ساكنة في شوط الزمول حتى هذه اللحظة، لم يحن موعد التعليمات والاوامر والتوجيهات. مشاهدينا الاعزاء اللي يطالبون بهالجماهير، يطالبون بهالجماهير والمشاهدين يتشوقون لها حتى هذه اللحظه، لان المسافه 8 كيلومترات، لم يحركون ساكن المضمرين، خلوا الزمول على راحتها تلقائيا ترقص هذا الرقص وهذا الاداء، تؤدي اداء تلقائي، بينما لا يزال المتحد في القياده. المتحد، انها عادات المتحد، عادات عياله، عادات عيال المتحد، وهذا من اظنه من سلالته، لانه نسبه لهذا المسمى المتحد، من سلاله المتحد. مشاهدينا الكرام اذا، والمتحد للسيد شبيب بن سلطان بن الاثنين السبيعي من المملكه العربيه السعوديه الشقيقه. يلا يا عبدو مرغني، عبدو مرغني شو شغلته؟ يضمره عبدو مرغني، عبدو مرغني اللي يضمر. مشاهدينا الاعزاء قالوا لي عبدو مرغني، قلت شو شغلته وانا صادق يعني، لاني ما عندي معلومه يا عبدو ان انت المضمر، والنعم فيك، والنعم فيك. اذا في المركز الثاني، المركز الثاني مهاجر وتعود ملكيته للسيد راشد بن سالم بن دوحة المري. وننتقل الى المركز الثالث، الى المركز الثالث. معي، عيوا عليك يا معي في هاي المقدمة، عيوا عليك وحاول انك تتحرك يا عبد الله يا ابو برجس المري. وفي المركز الرابع خطير يأتي بالخطورة، في المركز الرابع للسيد عايض او حارب، حارب بن سعيد العميمي. وفي المركز الخامس فواز للسيد حمد بن علي بن عبيد بن رشيد. وفي المركز السادس لطام، في المركز السادس معطاب للسيد عنزان بن محمد النعيمي. واكمل اذاعتي في المركز السابع، لا
عجلان يحتل المركز السابع للسيد مسعود بن نايله المري من المملكة العربية السعودية الشقيقة. انفاز بالشوط الرئيسي في خنجر الوثبة، خنجر الوثبة للزمول، وها هو يأتي في هذه اللحظة من سلالة عجلان. هذا البعير جتني معلومة أنه ينحدر من سلالة عجلان، وأعود لإكمال إذاعتي بالمركز اللي وراه. المركز اللي وراه إذا معانا في هذا الشوط بعير مشهور وراعي إنجازات، شاهين في المركز الثامن للسيد حمد بن محمد بن هويم العامري، وفي المركز التاسع صوغان ايضا الكندي بن خليفه بالكندي بالمرر، وفي المركز العاشر ديروا بالكم عليه يوصينا راعي نصيحه، يوصينا عليه ديروا بالكم عليه توصيه من المعلق المشهور واللامع راعي نصيحه فايز بن غفان. المركز العاشر رقم أربعة اللي في المركز العاشر، أعطونا 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 الله يعطيكم شاهين للسيد محمد بن عبد الله بن هيان العامري. وأعود مع حضراتكم إلى العودة الحميدة اللي عادت بي أنا وياكم، ومعيي يعيي في المقدمة، معيي عي على المركز الأول، ولكن هناك 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 معيي مشاهدينا الأعزاء اللي في مقدمة هذا الشوط وصلته ضغوط، وصلته ضغوط، وصلته ضغوط مشاهدينا من فواز، وأيضا من معطاف، معطاف اللي من الجانب الثاني يتسلل هذا المضمر العملاق عنزان بن محمد النعيمي، وله عادات، له عادات خطير هذا المضمر عنزان بن محمد. عموما معين السيد عبد الله ابو برجز المري في مركز متقدم في هذا الشوط حتى هذه اللحظه. المركز الثاني اللي هو فواز، يا فواز يا فواز للسيد حمد بن علي بن رشيد الجتبي، وفي المركز الثالث المتحد قادم وراعي الخنجر قادم. الله أشم ريحة زعفران، أنا أشم ريحة زعفران، وهذا الشوط شوط زعفراني كله، والله ريحته زعفران الوثبة في الميدان، زعفران الوثبة جانا في الميدان، طيبنا عطرنا عطرنا. وهذه مقدمة الشوط، وها هو المتحد مشاهدينا الأعزاء، ولكن هناك 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 اللي العجلات الشيبة 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 والمتحد. وروح يا سبيعي، روح يا سبيعي، روح 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 سوبر بان يا سبيعي، دخيلك يا سبيعي، حط الحافة فيه، روح روح يا سبيعي روح. وها هو مشاهدينا الأعزاء المتحد وسلالاته، سلالاته المشهورة للسيد شبيب بن سلطان والاثنين السبيعي السوبر بان. ان عاداتهم السعودية، عاداتهم السوبر بانات، عودونا عودونا. خلونا نتذكر الميلم الشمري اول سوبر بان روح به، وبطشان بطشان بن صالح بعد روح به السوبر، كلها ذهبيات كلها ذهبيات، وهذا ذهبي رقم ثلاثة. وسلام عليكم يا أهل الرياض، ألا يا أهل الرياض والغرامي على يدكم تعلمت المحبة. وها هو المتحد مشاهدينا الأعزاء يزف لقبيلة السبيع كاملين الناموس، وإلى مشاهدينا المضمر والمالك السيد شبيب بن سلطان أبو الاثنين السبيعي. تهانينا لإخواننا من المملكة العربية السعودية الشقيقة. بينما وافي في المركز الثاني للسيد علي للسيد حمد بن علي بن عبيد بن رشيد الجتبي، وفي المركز الثالث وافي أيضا للسيد شهوان بن غانم الشهواني، وفي المركز الرابع للسيد علي بن راية المري. المركز الخامس
للسيد مسعود بن نايله المري عجلان والمركز السات. راشد بن سالم من دوحه مهاجر. للسيد راشد بن سالم من دوحه مهاجر المركز السابع. للسيد محمد بن حمد بن هويمل العامري. واذا الثامن صوغان. للسيد الكندي من خليفه بالكندي بالمرر. وفي المركز التاسع. السيد حميد بن حارب المهيري اسمه مياس. المركز العاشر معي في المركز العاشر للسيد عبد الله ابو برجس المري. اذا ها هي حركات ضيوفنا من المملكة العربية السعودية الشقيقة، يستاهلون الناموس. تحياتنا لهم في الرياض، ونحملها ايضا في الهفوف. في الهفوف نحيي اخواننا في الهفوف في المملكة العربية السعودية الشقيقة، ونرسل مع اخينا شبيب بن سلطان بالاثنين السبيعي التحيات، نزفها على ظهر المتحد ايضا ب 13 دقيقة و 23 ثانية 21 جزء من الثانية، والفوز بالشوط الرئيسي للزمول والمضمر السيد عبدو بورغني السوداني. هو فعلا غني عبدو مرغني عن التعريف عندما عرفوني به الشباب، ذكروني باسمه. اذا المركز الثاني وافي وتوقيته الزمني 13 دقيقة اثنين. فواز ليس وافي، وتوقيته ال 8 كيلومترات 13 دقيقة 32 ثانية بالوفاء والتمام. تهانينا للسيد حمد بن عبيد او السيد حمد بن علي بن عبيد بن رشيد الكتبي. وفي المركز الثالث. المركز الثالث هتاش، وصحح النتيجة للسيد علي بن سعيد بن راية المري، وتوقيته الزمني 13 دقيقة 33 ثانية 12 جزء من الثانية، بعدما اعيدت صورة ولحظات الوصول. الاشواط مستمرة، المسيرة تسير ايها الاخوة مشاهدينا الكرام، مسيرة سائرة بالخير والعطاء، مسيرة الاخوة